بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وبنرحب واحد من أهم وأميز المحللين الفنيين اللي موجودين في وسط الكرة المصرية، محلل أداء نادي الوحدة السعودي، الصديق والزميل العزيز محمود سليم محمودة. مشرفني ومنورني. شكرا يا إبراهيم على التقديمة دي، وده لا ده حقك على فكرة. أنا بستمتع جدا واحنا موجودين مع بعض، ودايما انت مختلف وعندك تفاصيل مختلفه بتوضحها لنا، وانا بستمتع اكتر طبعا، وانت اللي يعني بتديني حقي، يعني فعلا حد شاطر جدا. مش ربنا يعزك ويحفظك، مش بتفصلني وانا بتكلم او كده، عارف امتى بالظبط تسال الاسئله، فبصراحه يعني ربنا يعزك ويحفظك. احمد من زوق، باخد وقتي جدا معاك. نبتدي مع بعض انت عايزين نبتدي اول عندنا الزمالك والسيراميكا والاهلي والمصري. نبتدي بالزمالك والسيراميكا. نبتدي الزمالك. تمام، خلينا المره دي. قول لنا بقى انت مجهز لنا ايه في ماتش الزمالك والسيراميكا. طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الزمالك وانه عنده شويه مشاكل في بناء اللعب وفي تحضير الهجمه، خصوصا صحيح. بعد ده اللي اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات فرجاني بعد ماتش دجله بالظبط، خصوصا انه فرجاني مشي، فالحلول قلت في وسط الملعب، فكان الاعتماد بشكل كبير على اللعب المباشر والكره المباشره والكرات الطويله بشكل مفصل. يعني مباراة امبارح شهدت طبعا استمرار للاعتماد على الكرات الطويلة، لكن بدأ برضو في أفكار شوية، بدأ أنه الزمالك يتحول، هو بيبني اللعبة وبيهاجم لشكل 4-1-4-1. بدأ إمام عاشور يتقدم، يدخل في وسط مع جام شيكابالا. يعني لو شفنا دي، نرجع بس ثواني صغيرة في بداية الكورة خالص، دي في بداية المباراة، شوف طارق حامد رقم 3 بيشاور لإمام عاشور على إيه، بيقول له خلاص روح. أيوة. فده تعليمات مدرب واضحة خلاص، إنه إحنا بنلعب 4-1-4-1 وإحنا بنهاجم. إمام يدخل جنب شيكابالا، لما يبقى عندك مثلث في وسط الملعب بتدي لك حلول أكتر، إن أنت لو عايز تقدر تطلع بالكرة على الأرض، إن أنت تمرر لإمام أو شيكابالا، إن هم بيجبروا لاعيبة وسط ملعب الفريق الثاني إن هو يقف. صحيح. لكن برضو مع تحركات لاعب زي سيف الدين الجزيري، طارق لعب له كرة في المساحة في ظهر الدفاع، ودي برضو نقطة مهمة جدا، انه يكون عندك مهاجم متحرك زي سيف الدين الجزيري، راجل دايما بشكل عرضي جيد بالظبط، بيعمل لك بيفتح خطوط الفريق الثاني، بيسحب خط الدفاع معاه لما بيتحرك، حتى لو الكره ما اتلعبتلوش خط الدفاع غصب عنه بيرجع 5 و6 متر ورا معاه. صحيح. بتتوسع المساحات بين الخطوط اكتر، فبيدي لك حلول شويه اكتر، بعكس مروان حمدي لما بيبدا بيكون محطه وثابت اكتر في مكانه. صحيح. فبيصعب شويه الماموريه. كل اللقطات اللي احنا شايفينها هو طارق حامد لوحده في وسط الملعب بيبني اللعب، وقدام امام عاشور وشيكابالا بيغيروا مع بعض، واحد يمين وواحد شمال، وطبعا كل اللعب انه تمريرات طويله من طارق، وطارق يعني في انه قدم مباراه كبيره على الجانب الهجومي قبل الدفاعي، يعني امبارح عامل اداء فعلا هايل ومميز كل الحالات زي ما احنا شايفين، 4 مدافعين 1. النقطه الثانيه برضو المهمه اللي نتكلم عنها، ان باكين الزمالك باكين الطرف ما بيطلعوش قبل الهجمه، يعني هو بيبني اللعب هم الاربعه واقفين. أيوه. لما الكره تطلع بيبتدوا يطلعوا وراها، ما بيكونوش قبل الكوره، لان لو اتقطع تعمل مشكله، لو ما بيتقدموا ورا الهجمه. دي نقطه مهمه جدا بالظبط، ان هو خلاص بيتقدموا بعد الكوره، ويبتدي الفريق يستحوذ في مناطق الدفاعيه او مناطق اللي هي ده عشان الكاونتر اتاك، ان هو تمام اقل خطوره عليه عند الفريق المنافس، عند منطقه جزائه او في مناطق وسط الملعب في الفريق المنافس. بنأكد على فكرة الأربعة واحد أربعة واحد، وإن هي كمان في الحالة الدفاعية، لو شفنا الفيديو اللي جاي في حالة ضغط الزمالك، إنه برضو إمام كان بيتقدم جنب شيكابالا، نقف هنا اللي بيضغطوا على الاثنين المحاور بتوع فرقة سيراميكا هو إمام عاشور وشيكابالا، وجنبهم بن شرقي هنا، والناحية التانية زيزو مش واضح في الكادر، وتحتهم وقدامهم سيف بالظبط، وتحتهم طارق حامد، في الفريق 4-1-4-1 واضحة في الحالة الدفاعية وفي الحالة الهجومية كمان. يعني كان واضح بشكل كبير إنه كارتيرون ما غير شوية في سيستم لعبه ضد فرقة سيراميكا، وعامل لهم يعني حاول يقدم أفكار مختلفة. وحاول إن هو يخلق افكار جديده وتطور جديد في بناء اللعب او في الضغط بتاع فريقه. محتاجين في الحته دي محمود، عايز اسالك على حاجه تخص طارق حامد، هل طريقه اللعب دي متطلبه رقم 6 بمواصفات زي طارق حامد؟ يعني لو عندك 6 بشكل مختلف ما تقدرش تعمل كده، ما تقدرش تعتمد ان واحد بس هو اللي يغطي لك المساحه بتاعت خط الوسط؟ طبعا متطلبه لاعب زي طارق في الحاله الدفاعيه، طارق بيفيدك جدا وبيغطي المساحات دي كلها بقدراته البدنيه الهائله اللي احنا عارفينها، وكمان في الحاله الهجوميه طارق اتطور كتير جدا جدا. صحيح. على مستوى التمرير. صحيح. وده اللي هنشوفه في الحالات اللي جايه. لو معانا مثلا الصور نبتدي نعرضها، يلا بينا. عامل في الماتش امبارح 20 تمريره طوليه،
من 75 تمريره اجمالي تمريرات وعامل 20 تمريره طوليه، ده رقم كبير جدا. بنتكلم تقريبا 25% اكتر يعني من 25%. في فرق بتعمل الرقم ده، فطارق عامل 20 تمريره منهم 14 تمريره وصلت للاعب زميله بنجاح. فدقه عاليه جدا جدا. الصوره اللي بعد كده توضح لك توزيع التمريرات دي، اماكن للعب، توزيع التمريرات كلها على الاطراف في ظهر الاظهره، سواء لاشرف انشرقي او سواء لزيزو او شيكابالا لما كان بيروح على الاطراف او الظهيرين لو تقدموا. فكان واضح انه اولا كارتيرون معتمد على الاسلوب ده، انه عايز يلعب بالطريقه دي ضد سيراميكا. وتاني نقطه انه طارق كان مميز في الحته دي لانه قدر يأديها بامتياز بنسبه نجاح عاليه جدا. فطارق فعلا قدر انه ينجح، انه يطبق افكار المدرب. لو كملنا في الفيديوهات نشوف يعني كل الحالات طارق حامد، طبعا دي مش يعني المسمى بتاعها مش تمريره طوليه، هي الدياجونال باس، اللي هي لما تكون انت عامل استريتش الملعب. معلش ممكن نعيدها من الاول تاني، نرجعها تاني يا جماعه بعد اذنكم من الاول. لو انت فاتح الملعب بالعرض فبيكون الفريق التاني طبعا دفاعه لازم يكون متقارب، ففي مساحه للونجاب بتاعتك. فبتتعمل دياجونال باس، تمريرات القطريه دي بتضرب خطوط كتيره بتختصر عليك مسافات وزمن في بناء اللعب. عايزين بس نركز على تحرك عبد الشافي في اللقطه دي، انه الراجل قاطع لجوه، دي حاجه اسمها اندر لابنج، اللي هي غير الاوفرلاب، بيقطع من ورا اشرف متشاخي، اندر لاب بيقطع من قدامه من جوه في المساحه دي. وعبد الشافي في الفتره الاخيره عملها كتير، وهتيجي معانا في الحالات اللي جايه. اعتقد في اخر الشوط الاولاني في كومبو هجمات كده عبد الشافي شارك فيها، الشافي على طول داخل لجوه بطريقه يعني مميز جدا جدا. وفعلا يعني لاعب مهما كان السن لاعب خبرات ذكي جدا. شوف هنا عبد الشافي اللي بيرجع ده، كان في البدايه كان هو اللي جوه، لانه الزمالك عامل ستريتش الملعب بالوينجرز بتاعته، يعني مثلا عكس الاهلي لما نيجي نشوف الاهلي الاجنحه بتاعت الاهلي بتدخل لجوه، واللي بيفتح الملعب بالعرض البكات. هو الباكات في الزمالك العكس. فعبد الشافي عشان توجد لنفسك مسارات حركه في مساحات مختلفه في الملعب بيدخل لجوه في المساحات دي، فبيكون بتخلق له مساحات وتخلق له حلول اكتر، انه يقدر يخلق خطوره هجوميه على الفريق المنافس. صحيح. بعد اللقطات دي بنشوف عبد الشافي بقى، ونأكد على النقطة دي ونشوف استلامات عبد الشافي في الصورة اللي هتظهر لنا في دي أماكن استلام عبد الشافي. الطبيعي إنه على الأطراف أي ظهير هيستلم الكرة على الأطراف بالأعداد دي، لكن ثلاث مرات اللي هي النقط الخضراء اللي هي ناحية اللي هي فوق الشاشة دي فوق بالزبط. ده طبيعي بالزبط. لكن الاثنين اللي انت معلم عليهم بدايره حمراء دول اللي هو مش طبيعي، ثلاث مرات جوه منطقة الجزاء مش طبيعي، اللي باك شمال مش طبيعي. لكن إن هو برضه لازم نربطها بانه الزمالك بيعمل استريتش بالاجنحه بتاعته، فهو خلاص هو تحركاته هتبقى لجوه الملعب دايما وهيكمل لجوه الملعب. هو لاعب خبره وعارف امتى يزيد وامتى يقف، علشان برضه عامل السن والكلام ده، فقدر ان هو فعلا يحافظ على مجهود ويروح في الحاجات اللي فعلا يخلق فيها خطوره. صحيح. يعني يسجل جول يا اما يتسبب في الهدف الاول، زي ما هنشوف في الحاله دي انه هو اللي كان في بدايه الجول الاول. طبعا في تحضير للهجمه هنا، بن شرقي هو اللي جوه الملعب بيستلم الكوره، عبد الشافي بره، خلاص هما الاثنين متسستمين وفاهمين بعض. انا جوه انت بره او العكس. دلوقتي عبد الشافي هيباص الكوره، حاول يتحرك لجوه، بن شرقي المفروض دلوقتي هيتحرك يفتح الملعب بالعرض لبره، ويفضل عبد الشافي جوه الملعب، شيكابالا ينزل يستلم. معلش ننزل ثانيتين، نرجع ثانيتين بس، لانه في تحرك مهم من المسلوسي، يعني كان مهم جدا في هنا. لا يعني نكمل ماشي، نمشي بالسرعة العادية عادي خالص، وقبل التمرير لشيكابالا بس هنقف. ماشي. طبعا التحركات وتغيير المراكز وتبادل المراكز بين اللعيبة ونقل الهجمة من الشمال لليمين عشان تخلخل الدفاع. صحيح. وعشان دفاع السيراميكا عامل بلوك مطهر جدا، يعني نقف هنا. في تحرك المسلوسي، يعني لما شيكا نزل المسلوسي جري في ظهره. المفروض ان شيكا اللي ماسكه مان تو مان الباك، واللي مع المسلوسي هو شادي حسين الوينج. شيكا يعني هو بيتحرك كده، الباك المفروض يطلع معاه. لو المسلوسي ما عملش الحركه دي كان الباك طلع معاه. انما اول ما المسلوسي اتحرك، الباك لو طلع هتفضى مساحه تتلعب للمسلوسي. فوقف، اضطر انه يقف. فده فرصه والوقت والمساحه لشيكابالا انه يعمل التمريره بالظبط كده. فتحرك يعني مميز جدا، حلو قوي، ولازم ناخد الكريدت عليها، انه فعلا اللاعب اللي بيتحرك من غير كره بيساعد زمايله بشكل كبير. صحيح. وحتى معلش يا جماعه لو نرجعها تاني بعد اذنكم، لان هي دي نقطه فعلا مميزه وحلوه قوي قوي قوي. يعني التحرك بتاع المسلوسي الباك، لو انت شفت النقطه اللي انت كنت بتتكلم عليها محمود، الباك وقف وبعدين اتحرك بالظبط. هو وقف لانه هو اتحرك، لا اللي هي بتاعه استلامه شيكابالا للكوره، الهجمه اللي قبليها، الهجمه بتاعه الهدف، هو وقف عشان اول ما المسلوسي كان متخيل ان شيكابالا هيلعبها للمسلوسي، وبعد كده اهي
بص هو واقف بالظبط من هنا، هو واقف رجع يغطي رجع تاني. كان خلاص بقى شيكا اخذ مساحه الرؤيه والتمرير والوقت. صحيح صحيح بالظبط. وطبعا عبد الشافي زي ما اكدنا بيتحرك لجوه. عجبني قوي استلامه عبد الشافي، يعني لسه كان امبارح في الاستوديو بنتكلم انا بقول لهم في فراوده ما بيستلموش الكره كده في ال 18 ده في السته، والراجل بيستلم على صدره ولو ان هي بس على يمينه يعني. بالظبط ثبات انفعالي وخبرات كبيره جدا من عبد الشافي ان هو بيتصرف وياخد قرار زي ده في لحظه زي دي، يعني حاجه تحسب له جدا. برضو ما نقدرش ننسى فرقة سيراميكا. صحيح عملوا اداء هايل امبارح في المباراه، وعلشان كده يعني في حالتين معانا برضو يلا بينا ندي كابتن هيثم شعبان حقه. الفريق طبعا معلش نقف بس ثانيه، هو الفريق كان بادئ 4 3 3 وكان بيلعب محمد ابراهيم مهاجم بس كان عايز يطبق المهاجم الوهمي او الفولس ناين. المهاجم الوهمي اهم ميزه ليه ان هو بينزل يستلم مع لعيبه الوسط فبيعمل اوفرلود في نص الملعب، يعني زياده عدديه. يعني لو مثلا في 3 على 3 وهو نزل فهو 4 3 فيقدر يستلم بسهوله ويقدر يساعد الفريق في بناء اللعب. صحيح دي في بدايه المباراه بتاكد الفكره دي تماما، نمشي بالسرعه العاديه خالص. يعني فرقه سيراميكا بيبني الهجمه، اللي نزل استلم ده نوقف ده محمد ابراهيم، واللي وراه ده اعتقد الونش قلب الدفاع. الراجل نزل اعتقد ده عبد الغني ولا الونش اعتقد الونش اه الونش صح الونش اه نزل واستلم ولف بيه وفضى مساحات في ظهر الدفاع وابتدى انه يلعب كمان الكوره يوزع على الناحيه اليمين، بيخلق موقف 2 على 1 هنا في الناحيه اليمين يعني بشكل كبير جدا، خطوره كبيره جدا، فرصه كانت قريبه ان هي تكون هدف، حاجه تحسب للمدير الفني ان هو صحيح افتكر يعني اخترع الفكره وقدر يطبقها بالشكل المثالي ده. بعد اصابه لاعب الوسط توني، سيراميكا غير في طريقه لعبه ونزل رقم 11 اعتقد كان اسمه مش فاكر رقم 11 رقم 11 في سيراميكا يا جماعه بعد اذنكم. لما نزل مكان توني لعب هو مهاجم مكان محمد ابراهيم، دابو شريف دابو شريف دابو بالظبط، لعب هو مهاجم مكان محمد ابراهيم، محمد ابراهيم نزل في نص الملعب بالطريقه نفس الطريقه بس شريف دابو هو اللي بيعمل دور المهاجم الوهمي. أيه. وفي الجول شريف دابو هو اللي نزل استلم صحيح وعمل التمرير وشادي حسين وميدو جابر الاثنين الوينجرز هم اللي اتحركوا في المساحه وقدروا ان هم يخلقوا الهدف. فالراجل المدير الفني بتاع سيراميكا قدر ان هو يحضر فكره ويطبقها بنجاح قدام فريق صحيح كبير زي الزمالك، فدي حاجه لازم تحسب له ولازم نحيي عليها. وتقررت الحته التحرك بتاع شريف بتاع شادي حسين انه يكون على الطرف من بره وبيتحرك لجوه ويقطع بين الاثنين مساكين، اتكررت في اكتر من كوره بالظبط، لانه المهاجم الوهمي بينزل فبيسحب مدافع معاه تفضى مساحه لازم صحيح هو اللي يتحرك او ميدو جابر اللي يقطع فيها. عايز اخد رايك في حاجه في انقسام عليها من امبارح، ابو جبل يطلع في الكوره دي ولا ما يطلعش؟ في الكرة الحديثة يطلع طبعا، الكرة بتاعته الحديثة يطلع. في الكرة الحديثة يطلع الكرة دي بتاعته، والقرار المفروض ان هو كان صح ابعاد من اول مرة وان هو يكون اقرب للكرة، لانه كمان ممكن نرجع للعبة من بدايتها لان دي حاجة هربطها بماتش الاهلي، دي مهمة جدا برضو. الدفاع ضد الكرات الطولية ايوه، بمعنى الاربع مدافعين ممكن نرجع يا جماعه من اول التمريره بعد اذنكم لما توصل لشريف دابو بس هنقف ماشي. الاربع مدافعين في الكوره دلوقتي لازم محمد ابراهيم مرر لشريف دابو بالظبط، شريف دابو استلم ولف وخلاص يقدر يلعب في ظهر الدفاع. الاربع نقف الاربع مدافعين في الكره الحديثه دلوقتي هم عندهم رادار، هم المدرب بيعلمهم لو في لاعب استلم الكره مفيش عليه ضغط انا لازم ارجع 5 6 متر، وضعيه الجسم تبقى بميلانه بقى شايف الكره وشايف المهاجم. لازم يبقى متحفظين طريقه معينه وليها تدريبات كتيره بتتحفظ واغلبها بتتعمل في ايطاليا، يعني المدربين الطليان بالذات بيعملوها. فالمفروض ان هم اول ما شريف دابو لافف لوحده الدفاع كان ياخر 5 متر. الدفاع ما عملش ده، المفروض ان الحارس بيكون واقف على خط ال 18 والكره في نص الملعب. أيه. فهو اقرب للكره من كل اللعيبه، لكن برضو ابو جبل ما قدرهاش بشكل جيد فطلع يعني بدري شويه. يعني القرار مظبوط بس التنفيذ هو اللي فيه قصور. بالظبط لا ابو جبل انا اشوف ان هو لازم يطلع في حاله زي دي، وهو فعلا يعني هو لمس الكره مع شادي في نفس اللحظه. صحيح. فده تاكيد ان هو كان واقف تمركزه من البدايه صح. بس القرار بقى ان هو يطلع ممكن يتاخر ثواني فيه لانه احنا ما شفناش جري على الكره امتى بالظبط. ماشي ننتقل للاهلي والمصري. بالظبط نروح للاهلي وهنربط بقى بالحاله دي دفاع الاهلي عمل ايه ولاعب المصري معانا اول حاله في الاهلي. كانت برضو تمريرات وتحضير لفريق المصري، طريقه لعب الكابتن علي ماهر في الفتره دي المميزه جدا هجوميا تحديدا يعني. طبعا شادي حسين الشحات كان سرحان شويه بعيد عن شديد، كره اتلعبت وقدروا يطلعوا بالهجمه مع نكمل بنفس السرعه عادي.
اول ما احمد رفعت السلم نقف خط الدفاع الاهلي، معلش نرجع ثواني معلش، يعني هم ظاهرين معانا في الكادر وبيرجعوا نرجع ثواني كمان في اللحظه دي نقف خلاص. ايمن اشرف اللي ظاهر هناك، ياسر ابراهيم الظاهر لانه عامل تغطيه شويه زياده. شوف اول ما احمد رفعت استلم ولف وفاضي ان هو يلعب الكره، انه عم عارف انه يلعب الكره طويل، ايمن اشرف رجع خلاص ال 5 6 متر واقف الميلان مظبوط، شاف المهاجم قدامه وشاف الكوره خلاص. احمد رفعت بص حاول يلعبها، مفيش ما يقدرش يلعبها، يقدرش يعمل نكمل الهجمه بقى. اللقطه دي نقف ستوب، دي تاكد لك انه الدفاع تراجع. مستحيل يكون المسافه دي كلها بين خط النص ودفاع الاهلي والكره هنا في الحته دي، فهم رجعوا لانه عايزين يمنعوا ان الكره الطويله تطلع في ظهرهم. فدي تاكيدا بس فكره انه الدفاع ضد الكرات الطوليه كان الله عليك يا محمود الفرق بين الاهلي والزمالك عامل ازاي فيها. بس حلوه الحته دي قوي، وتحرك يعني فكره التحرك اللي من غير كره دي في حد ذاتها دي نقطه ما بنتكلمش عليها كتير يعني. تقييم اللاعب يعني في الاخر الكره الطويله اتلعبت بس خلاص، بس خلاص ما فيهاش خطوره. تقييم اللاعب يعني نربط برضه بكلام انه بالكوره ومن غير كوره، تقييم اللاعب في الكوره انه بالكوره هو اخره في الماتش يلعبها 3 دقائق، لو جمعت لقطاته وهو بيلعب كوره 3 دقائق طب باقي ال 90 دقيقه كان بيعمل ايه؟ ما لازم دي حاجات اهم او مهمه نفس اهميه ان هو بيلعب بالكوره. عشان كده الواحد دايما بيسمع انه التدريبات الطليان تحديدا يقول لك ممكن التدريب كله مفيش كوره اساسا، هو التدريب كله وقفات ازاي تقف وازاي تتحرك، ويقول يعني شوف تدريبات بيحفظوا يعمل اكن الكوره دايره والكوره مش مفيش كوره في الملعب، ويقول لك اتحرك كذا تخيل والكوره جايه هنا هتعمل ايه لان مواقف دفاعيه، ولازم الفريق يكون متقن الحاله الدفاعيه بشكل مثالي، وبعد كده تشتغل على التطوير الهجومي. محتاجين برضو نروح للحلقه اللي بعد كده، وهنربط برضو بفكره يعني النهارده اغلب الافكار بربطها بفكر تدريبي يعني. وانت فريق بتحاول تستحوذ نقف هنا معلش، وانت فريق بتحاول تستحوذ وعايز تبني هجمه، في حاجه اسمها اللاعب الحر. الفريق الثاني دايما ما بيضغطش بنفس العدد الا لو فريق قوي جدا هيضغط عليك 2-2 او، لكن اغلب الوقت هو مهاجم واحد بيضغط على 2 مدافعين، ففي مدافع فاضي. هنا كان ياسر ابراهيم فاضي، نقف احمد رفعت راح ضغط على ياسر ابراهيم، مين اللي فضي؟ اكرم توفيق الباك رايت، المفروض احمد رفعت معاه. فدي حاجه اسمها الرجل الثالث الحر، ثيرد فري مان، دي اساسيه في البيلد اب، ولازم عشان تعملها دي اللي احنا بنقول عليها الوان 3. لو شفنا برضه نرجع معلش لاخر باص قبل ما توصل لاكرم، الباص بتتلعب اللي هو من حمدي اللي قبل حمدي كان من ياسر، ياسر لازم يلعبها لحمدي على رجله اليمين وبقوه معينه، وحمدي ياخدها وان تاتش صحيح عشان لو استلم هنا الضغط عليها هتتقطع. لو ما عملش كده الضغط بنى الهجمه ده مش هيطلع صح. صحيح. فالاهلي طلع بالكوره بشكل سلس، وهيخلي عمر كمال عبد الواحد اللي هو بيضغط على حمدي يقدر ياخد منه الكوره. بالظبط. خلاص الاهلي طلع بالهجمه بشكل سلس وهيبتدي يتدرج بالكوره، ويبتدي خلاص دفاع لاعيبه المصري رجعوا ما نجحوش في ان هم يضغطوا عالي، فدي فكره ازاي تفوق موسيماني على الضغط العالي بتاع المصري واجبره ان هو يرجع لنص ملعبه زي ما هو واضح قدامنا كده، فدي حاجه مهمه جدا جدا من يعني بيتقال عنها كده من مبادئ اللعب اللي انت عايز تستحوذ، لازم يكون عندك فكره اللاعب الثالث الحر دي. وطبعا الاهلي ضغط بشكل كبير خصوصا في بدايه المباراه من الناحيه الشمال بتاعته اللي هي اليمين بتاعه المصري اللي هي بتاعه ناحيه كريم العراقي. بالظبط. وواضح جدا جدا في الماتش ده الكرات العرضيه بتاعه الاهلي كلها في المنطقه العاميه، المنطقه العاميه اللي هي في ظهر الباك الاخير في دفاع الفريق المنافس اللي هو كل اللعيبه من الشفاه دي منطقه، كل اللعيبه بص للكوره في ظهر اخر لاعب دي المنطقه العاميه. كل العرضيات في الماتش ده اتلعبت في المنطقه العاميه. كل عرضيات النادي الاهلي بتترفع دايما على القائم البعيد. حتى في وجود محمد شريف واهدافه دايما موسيماني بيركز المهاجم بتاعه ان هو يتحرك يا اما بين قلب الدفاع والظهير البعيد العكسي او في ظهر كمان الظهير، فدي بالتالي لما الباك او الجناح يعمل اوفر خلاص المهاجم عارف هو هيتحرك فين، او لو الجناح العكسي لو بيقطع وداخل كزياده عدديه عارف برضه هو بيتحرك فين. وبيكون نظريا يا ابراهيم لو فكرنا بيها بشكل عام كده اضعف نقطه في الدفاع في الكرات العرضيه هو الباكين. صحيح. دايما قلبين دفاع بيطول واقوياء، الباكين بيبقوا اقل شويه، فدي بتدي افضليه ليك نوعيه على الفريق الثاني. صحيح. هنا طبعا دي الحالات اللي هي قبل الهدف مباشره، وكالعاده هتلاقي الكروس برده في المنطقه العاميه بعيد في ظهر الدفاع، وعلي معلول هنا هو اللي مكمل زي ما قلنا في الزمالك على عبد الشافي، هنا علي معلول مكمل. جوده وكواليتي عمرو السوليه واللي فرق في ماتش امبارح عن ماتش طلائع الجيش، تمريراته بصراحه يعني
يعني دواء بصراحه بالظبط. يعني حاجه هو رايح يعني الماتش ده ما شفتش محمد مجدي قفشه نزل لنص الملعب يستلم خالص. الراجل بيوصل اللعيبه بشكل سلس. بس معلش يا جماعه لو نرجع للهدف اللي فات ده، لو تاخد بالك بقى في الكره اللي فاتت دي يا محمود، الاوفر بتاع علي في الايمن وعلى الايمن قريب بالظبط. لكن اغلب الوقت يعني هتلاقي واحده اتنين، لكن اغلب الوقت هتلاقيها كلها على البعيده التانية. وهتلاقي صلاح محسن او محمد شريف لو موجود دايما بيتحرك في البعيده. ايوه لانه يعني حتى دراسيا واحصائيا لما عملوا احصائيات هو اخطر منطقه عشان تسجل كمهاجم ان انت تتحرك يا اما في النص يا اما القائم البعيد. أيوة. القائم الاول انت بتقلل زاويه ان انت تسجل سواء في النص او في البعيد، عندك مساحه وعندك زوايا ان انت تقدر تسجل اكتر من القائم القريب. صحيح. برضه نفس عمرو السوليه في بدايه الهجمات والابتكار بتاعه ومساعده الفرقه. الميزه هنا نقف بعد اذنك ماتش طالع الجيش والماتش ده. في طالع الجيش ما كنتش تشوف المشهد ده خالص. الاهلي كان طول الوقت كهربا، حسين الشحات، قفشه، بواليا، الاربعه في عمق الملعب عاملين زحمه كبيره جدا مع تكتل دفاعي لطلائع الجيش فكان صعب الامور. ماتش امبارح لا، الاهلي قدر يوسع الملعب شويه، فتح لنفسه مساحات اكتر، بدات اللعبه تدخل في اوقات صح، مش يدخل لجوه على طول وخلاص. يعني الوينجرز بتاعت الاهلي، واعتقد ده سبب ان كهربا لسه موسيماني ما وثقش فيه الثقه الكامله. هو مش عارف امتى يقف يفتح زي مثلا شفنا في اللحظه الاخيره دي طاهر هو فاتح لبره، وامتى يدخل لقلب الملعب يعمل زياده عاديه من لعيبه النص. دي اللي محتاج كهربا يظبطها. لو ظبطها اعتقد موسيماني هيعتمد عليه بشكل كبير، لانه ادى الفتره الاخيره اداء مميز جدا. صحيح. وبيتطور بشكل كبير جدا يعني مع الفرقه. ونقطه مهمه اللي انت برضو بتتكلم فيها، فكره ان وجود السوليه بيخلينا بص بنشوف قفشه فين، خلاص ما بتشوفش قفشه ناحيه خط الوسط خالص او ناحيه الدايره يعني. وعشان كده انا في رايي لو السوليه غاب في اي وقت من الاوقات عن الاهلي هو افضل. وده تاكيدا لكلامك، الاوفر بيروح الاوفر في الحته اللي احنا بنتكلم عليها بالظبط. يعني دي حتى جوارديولا لو شفنا بيعملوها في اوروبا، يعني خلاص بقى الكروس من بدري او من متاخر يا على البعيده يا لبره. خلاص الكروس على القريبه ما بقاش معتمد بشكل كبير، لانه احصائيا مش كتير نسبه تسجيل الهدف من القريبه اقل بكتير من المناطق الثانيه. أيوة. فدي حاجه يعني اثرت بشكل كبير في تغيير ان احنا دايما فاكر على مضايق اقطع على القريبه اقطع. ما هي الكوره بقى بتتغير والترندات بتتطور بالظبط. يعني دلوقتي في لعيبه بترفع من نص ملعب الايرلي كروسز اللي بتتعمل خلاص. زمان ده كان يا عم اطلع عند الخط انت مكسل روح وارفع صح. واللاعب لما يشوف الخط دلوقتي يرفعها لورا. ايوه صح. الباك باس بدل طبعا خردي قلبة هو نجم الحته دي واللي بيعملها برضه في مصر بشكل هايل معلول. الحقيقه علي معلول البرنس في الحته دي بيروح لغايه الخط ويرفع عينه مين ورا، وقعد فتره طويله بيكسب الاهلي من التفصيله دي بالظبط. دي نقطه مهمه جدا لعلي معلول. محتاجين نكمل برضه في فيديوهات الاهلي. كان عندنا دي في حاله حسين الشحات نازل يستلم. هنا بنتكلم على الوينجرز هم داخلين قلب الملعب وازاي بيساعدوا في الزياده العدديه. ايمن اشرف استلم، نقف طاهر اللي بيستلم ده واللي هنا على شماله ده حسين الشحات، دول الاثنين الوينجرز بتوع الاهلي داخلين لقلب الملعب تماما، بس داخلين في وقت مثالي والكره بتتلعب صح ولاعيبه وسط المصري ضاغطين فوق ففي مساحه ان هم يستلموا. فهنا دي النقطه اللي بتكلم عنها، امتى وفين تتحرك، مش تدخل لجوه على طول زي ما المدرب لازم توقيت معين. لو دخلت من بدري هتقفل على فرقتك المساحات وهتضيق الدنيا زي ما حصل في ماتش طلع الجيش. صحيح. فلازم يكون في التوقيت المثالي ان انت تدخل. يعني لو شايفين طاهر من البدايه بادي اهو لسه بيتحرك لجوه لسه بيتحرك، اول ما ايمن تخلص من الضغط خلاص بسهوله يقدر يدخل. وطاهر بيشاور له بيطلب منه كوره بالظبط. فهو طبعا الباص لو كان اقوى شويه لاكرم او مظبوط لاكرم كانت فرصه تهديف محقق يعني. صحيح. لكن الباص ما كانش بالدقه المميزه. نروح بعد كده الحاله دفاعيه للاهلي وهدف المصري. والهدف ده يعني بياكد لك التركيز الذهني او معدل الارهاق برضو اللي مأثر على لعيبه الاهلي بشكل كبير جدا. يعني شوف كام لاعب 1 2 3 4 دول خرجوا بره اللعب خلاص اللي انا عديتهم. فاضل 6 ورا اللي هم الاربعه مدافعين واثنين قدامهم. دي كانت مرحله تحول والكره اتقطعت فاللعيبه المفروض ترجع. لا ما رجعوش، نقف. عد في المنطقه بتاعت 4 على 4 في لاعب ورا مش ظاهر عمر كمال اللي هيسجل هدف. هم 5 على 4 كمل لحد الكروس ما يتعمل. أيوة. فيعني زياده عدديه غير طبيعيه وغير مقبوله بالمره. يعني لعيبه النادي الاهلي وانت متقدم 1-0 وفي اريحيه ازاي يبقى في موقف زي كده 5 وفي واحد كمان بره ال 18؟ يعني كمان دفاعيا علي معلول تصرف غريب جدا في الموقف ده. كانش يبيع نفسه
ما كانش ينفع خالص التدخل ده يعني. شفنا صلاح حسين الشحات وقفشه وطاهر الاربعه طالعين لان هم رايحين في مرحله التحول الهجومي. خلاص ما رجعوش بقى يساعدوا الدفاع ان الكره خلاص اتغيرت علينا وهم قريبين مش يعني مش بعيد. لا في كسل غريب، في عدم تركيز، في تعب، في حاجات كتيره طبعا مأثره على اللعيبه. لكن بشكل مجمل قدموا مباراه جيده في بدايه المباراه تحديدا. الاهلي خلق فرص كتير جدا وضيع فرص كتير. اللي يعاب عليه بس ان هو مع التقدم بهدف انه الفريق تراجع ويعني بس اعتقد دي نقطه متكرره محمود بالظبط. والمشكله الثانيه ان هي يعني في فتره من فترات مع كابتن حسام البدري كان الفريق بيتراجع بس بيعرف يقف دفاعيا، بيضغط، بيغلط الفريق الثاني عشان يستغل المساحات وراه ويتحول هجوميا. لا هو الفتره دي اللعيبه بتتراجع وتقف يعني بتحس ان هم اقماع او بيتحركوا بس في تمرينه، مفيش ضغط، مفيش شراسه في الضغط، مفيش ممكن بقى بدنيا الفريق مش قادر، حاجات عوامل كتيره مؤثره. لكن في مشكله فعلا دفاعيا لما بيتراجعوا يعني الفريق المفروض تراجع وخطوطه تقاربت، لا مفيش حده دفاعيه، مفيش قوه دفاعيه، مفيش صلابه دفاعيه، الفريق الثاني بيوصل بسهوله لمرمى الاهلي. ففي مشكله كبيره في الجزئيه دي. انا ما عنديش مانع ان انت تتراجع بس ادي دفاعيا صح. صحيح. وتقدر تستغل التحولات بعد كده، في استراتيجي معين بالظبط، وتقدر تستغل التحولات بعد كده وتغلط الفريق الثاني وتخلق مساحات وراه لما يتقدم وهكذا. لكن ان انت بتتراجع بدون ادنى مبرر، ولا بتضغط صح، ولا بتدافع صح، ولا الوينجرز بتاعتك بتساعد الظاهرين يعني. انا بشوف، انا بشفق على حمدي والسوليه وديانج الاثنين اللي بيلعبوا منهم، بيعملوا مجهود مضاعف يعني. حسين وطاهر وكهربا لما كان بيلعب ما بيساعدوش دفاعيا بالشكل الكافي. ممكن تكون تعليمات مدرب ان هو عايزهم فوق علشان يتحول عليهم دايما ممكن، او ممكن هي كسل شويه او تعب من اللعيبه فبيضطر انه حد من لعيبه وسط الملعب تروح تساعد الظهير هنا وتروح تساعد الظهير الثاني. فشغالين طول الماتش فعلا بيجهدوا بشكل مبالغ فيه. دايما بتمتعنا محمود. وقبل ما نختم احنا سؤالنا لمشاهدينا النهارده على السوشيال ميديا، مين افضل مدير فني في وجهه نظر حضراتكم في الموسم الحالي؟ فجهز لي اجابتك عبال ما نستعرض اجابات جمهورنا. سعيد او سيد عرقوب بيقول بصراحه احمد سامي مدرب سموحه. عمرو خالد بيقول الديك الفرنسي باتريس كارتيرون. محمد اسماعيل الاهلاوي بيقول بيتسو موسيماني مع بعض الاختلافات البسيطه. كيرولوس كولتا بيقول ايهاب جلال. شكرا يا كيرولوس. علي ايمن كارتيرون. واخيرا حسن مجاهد بيقول احمد سامي. رايك؟ يعني كابتن احمد سامي عمل موسم هايل وكابتن علي ماهر عمل موسم هايل، وانا بحب جدا افكار كابتن احمد كشري، بتفرج على الماتشات بلاقي ليه افكار واضحه وبصمه واضحه. لكن انا بالنسبه لي كابتن ايهاب جلال هو افضل مدرب في الموسم ده، عمل اعجاز مع الاسماعيلي بنفس كواليتي اللعيبه الموجود. راجل عنده استراتيجي، عنده فلسفه، عنده دراسات، بيعرف يطبق افكار وينجح بيها مع الفرق اللي موجود معاه. يعني في امثله كتيره واجانب موجوده في الدوري عندهم افكار وبنسمع عن مشروع ولكن ما بشوفش نتائج. كابتن ايهاب بيلعب كوره وبيحقق النتائج مع كل الفرق اللي بيدربها. فانا يعني الراجل ده بالنسبه لي هو افضل مدير فني موجود في الدوري المصري. محمود شرفتنا ونورتنا كالمعتاد. حبيبي يا ابراهيم شكرا. كل الشكر ليك. شكرا موصول لحضراتكم على المتابعه ونشوفكم على الف خير باذن الله.